وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي الباحث في الشأن الدولي. تحية لك أستاذ طارق. يعني كيف قرأت أولا تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة وردود الأفعال في الشارع الفرنسي تجاهها؟ مساء الخير يا سيدتي وشكرا للاستضافة. الرئيس ماكرون يتابع بما نسميه طريقة التعاطي بنحو الإدارة العامة في فرنسا، فبعد تعيينه وزيرة مارست عددا كبيرا من المهام الوزارية كموظفة عالية في الدولة الفرنسية وبعدها أتت موظفة، فهو الآن يعين عددا كبيرا من الوزراء الذين كانوا ولا يزالوا نوعا ما في الإدارة العامة. ولكن التعيين المهم لو سمحتي في هذه الوزارة هي البقاء على وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة الداخلية مع الأشخاص الذين كانوا موجودون منذ البدء هذه الحكومات، وخصوصا السيد برونو لومير الذي هو وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والوزيرين وزير العدل الذي كان سابقا محاميا مشهورا ولا يزال، ووزير الداخلية. أما التغيير المهم هو في وزارة التربية، ووضع هذا الأستاذ الخبير في ما نسميه تاريخ الاستعمار الفرنسي، والذي هو مدرس في الجامعة، وهو أيضا واضح أن هذا الرجل له أبعاد بمقاربة موضوع التربية الفرنسية، وخصوصا بعد المشاكل التي عانتها فرنسا بموضوع نوعا ما التطرف عند بعض الأطفال وعند بعض التلاميذ داخل المدارس. المهم في هذا الموضوع أنه هذه الوزارة تثبت أن الرئيس ذهب باتجاه ما لتشكيل ما يسمى نوعا ما تاسك فورس، قوة فاعلة لها علاقة بمفهوم البيئة ومفهوم كيفية الوصول إلى وقف الاعتماد على الوقود الاحفوري او الطاقه وانشاء ما يسمى نوعا ما طاقه جديده. لذلك انشئت اداره مهمه تابعه لرئيسه الوزراء ستهتم في هذا الامر وستشبك الاعمال ما بين تقريبا اربع وزارات. نعم، تحدثت استاذ طارق عن تعيين وزير للتربيه، يعني وفق ما ذكرت حضرتك، هل لذلك علاقه او ارتباط ما بتعيين وزيره للثقافه فرنسيه من اصول لبنانيه؟ لبنانيه. السيده ريما عبد الملك هي مستشاره الرئيس ماكرون للشؤون الثقافيه سابقا، وهي كانت دعينا نقول ظل وزيره الثقافه التي انتهت، يعني التي ذهبت التي كانت قبل، وتعيينها يعطينا بعد ان الرئيس ماكرون يفهم ان الثقافه في فرنسا لها ابعاد بتطعيم الثقافات الاخرى التي قدمت الى فرنسا. والسيده ريما عبد الملك التي تملك يعني ارثا مهما بهذا المفهوم تستطيع ان تلبي هذا الوجه الجديد الذي قد يعطي للثقافه الفرنسيه ابعادا كثيرة. أعطيك مثل بسيط، مثلا اليوم داخل باريس هناك معهد العالم العربي، وهذا المعهد الذي الفكرة بدأت في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران وتطورت، والآن يبحث معهد العالم العربي لكي يكون له فرعا في نيويورك، بمعنى أن تنتقل هذه المؤسسة الثقافية التربوية إلى مكان آخر حيث هناك ثقافة أخرى، ثقافة أنجلو ساكسونية، ولكن تنويرا للثقافة العربية. لذلك الرئيس ماكرون يحاول عبر هذه الوجوه الجديدة وبعض الوجوه القديمة أن يقول للفرنسيين الذين سينتخبوا في شهر يونيو القادم المجلس البرلمان القادم أنني وسعت حكومتي بكل ما نسميه مكونات المجتمع الفرنسي، هذا النسيج الذي فيه كل الفرنسيين الذين قدموا، يعني الذين قدموا أصبحوا فرنسيين ويحبون فرنسا،
وهذا يعني نوعا ما هو يعني نوعا من الدعائية، وهي محاولة لمواجهة أيضا جان لوك ميلانشون والتحالف الذي يحاول أن يحصل عليه أيضا للمواجهة في الانتخابات البرلمانية. ولكن دعني أسألك أستاذ طارق عن احتفاظ وزير المالية بحقيبته ووزير الداخلية، برأيك في ظل احتفاظ هذين الوزيرين بمنصبيهما، ما أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل القريب لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهي أهم المشكلات المواطن في فرنسا؟ يجب أولا أن نقول أن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية هواهم يميني، بمعنى أنهم قدموا من أحزاب اليمين وليس من أحزاب اليسار، مثلا مثل وزير التربية الذي قدم من اليسار، وبعض الوزراء الذين مثلا رئيسة الحكومة هي قادمة من الحزب الاشتراكي. إذن الرئيس ماكرون عبر هذا الموضوع يريد أن يكون هناك إكليبر، توازن بالمفهوم السياسي. أكثر من ذلك، حضرتك الذي قلتي، يعني هناك تكملة للبرامج الذي يريدها الرئيس ماكرون على المستوى المالية العامة الفرنسية، وتخفيض الدين، وتوجيه نوعا ما ما يسمى عودة الصناعة إلى فرنسا، والإنتاج المحلي الذي هرب من فرنسا ورأيناه فعلا عند حقبت أزمة كورونا كيف حصل. فرنسا لا تستطيع أن يعني يكون لديها ماسك، لا تستطيع أن يكون لديها عدد كبير من المستلزمات الطبية. زد على ذلك بموضوع الداخلية، هو يريد أن يكبل بالمشاريع التي يعني يجب أن نذكر أن القانون، قانون الانفصالية الذي كان يدعو وقف كل الحركات التي هي المتطرفة وبالتحديد الإسلامية التي تذهب بعيدا خارج إطار مفاهيم الدولة الفرنسية وبالتحديد العلمانية وفصل الدين عن الدولة في التعاطي السياسي. لذلك هناك نوعا ما استمرارية، هناك هواء استمرارية عفوا بهذه الحكومة، وهذه الحكومة يرغب الرئيس ماكرون كما قلت لك من جهة أن يطمئن الناخب الفرنسي، ومن جهة أخرى أن يقول للنائب الفرنسي الذي يتبعه أو للمنتخب الفرنسي الذي يتابعه أنه على خطى أن تستعيد فرنسا هذا الدور الذي كانت تأخذه في العالم. أشكرك. على ذلك أن في يونيو الحالي ستنتهي فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك يجب أن يكون هناك ناتجا حقيقيا يعطيه الرئيس ماكرون للدولة التي ستستلم الرئاسة بعده، لكي يقول أن فرنسا أعطت كل ما لديها لإنقاذ الاتحاد الأوروبي وتكملة مشروع. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طارق زياد وهبي الباحث في الشأن الدولي، كنت معنا على الهاتف من باريس.